بس علشان كاتبه بتحاول النهارده انتاج التواء ليس بالامر ذاته. فلو كان موجود عندنا هنا نقول ده طرد بتاعنا خلاص، فهي عمليه مش عمليه سهله خالص ان انا اوصل لدواء، لان هي موجود عندنا. مثلا على سبيل المثال احنا قلنا مشكلتنا في مصر هي الفايروسي خلاص، فنقول ان هو العلاج بتاعه هو مين؟ الانترفيرون. فالانترفيرون ده طبعا دلوقتي غالي جدا. ليه؟ انه مر بكل الحاجات دي. بيولوجيا الجزئية بدأت تتكون. الانترفيرون ده يا جماعه احنا اجسامنا كلها بتنتج الانترفيرون. يبقى الانترفيرون في الاساس هو عباره عن ايه؟ جين بشري. يبقى الانترفيرون هو عباره عن جين بشري. بدأت الابحاث تشتغل على انه اكتشفته. فالتكلفه هو ليه مغالي؟ هل تكلفه ثواني الانترفيرون علشان اكونه احنا وصلنا لنهايه دلوقتي اللي هي الهندسه الوراثيه موجود فيه خليه بكتيريا موجود جوه خليه البكتيريا دي في موجود بلازمين. البلازمين ده داخل هو جين بشري مسؤول عن تكوين مين؟ الانترفيروس. فبعد كده كل ما البكتيريا بتتكسر ما تعرفيش البكتيريا بتتكسر بسرعه او اي حاجه ممكن تبتدي فيه ممكن اي شيء، انما احنا بندي ابسط مثال خالص. فالبكتيريا دي بتتضاعف ب المليون من الخلايا وكلهم جواهم مين؟ الجين. الجين ده بيبدا يحصل له اكسبريشن ويديني مين؟ الانترفيرون. فالعمليه سهله. طب هو ايه الغالي؟ لان العمليه بتكلفك كل التجارب اللي هو قام بيها. خلاص؟ هو قام بده خالص لما بتعمل الجين بتاع الانترفيرون. خلاص؟ كانت قد ايه؟ بعد كده بداوا يشوفوا الجينوم البشري. ده كان بيبقى قد ايه؟ التكنولوجيا الحيويه اللي بداوا يشتغلوا فيها كانت بيبقى قد ايه؟ عشان يقص الجين ده من الانسان ويطلع بالصوره الفعاله. طيب الهندسه الوراثيه هل البكتيريا الطبيعي بتفرز انترفيرون؟ لا. يبقى ده هندسه وراثيه، هندسه وراثيه فرق بيني وبين البيولوجيا الجزيئيه، ان انا في البيولوجيا الجزيئيه بوصف كائن خلقه ربنا بهذه القدرات. الانسان ربنا خلقه عنده القدره على انتاج الانترفيرون. لما كده هل انا عملت اي حاجه غيرت الطبيعه؟ يبقى ده البيولوجيا الجزيئيه. هندسه وراثيه ان انا اجيب الجين بتاع الانسان واقصه وبقى فيه ايه؟ ادوات يعني اصله بس ومرض حاجه وراثيه واقصه وادخله هو مين؟ البكتيريا. خلاص؟ وبدا موجود عندنا العمليه دي تتكاثر ويعمل فرمنتيشن وتخمر وانتاج على لارج سكيل وبعد كده ارجع تاني اجرب ده على الجرام تجارب. ما هو احنا لما كنا شفنا في عمليه زراعه الاعضاء السلايد اللي كنا عملناها في المره اللي فاتت العمليه ما ينفعش كده الانترفيرون صح ده جاي من البشره تبتدي كويس اقوى قطع انسان طبعا ده ايه؟ ممنوع. هجرب الانترفيرون بسرعة البكتيري ده اللي هو في الاساس بشري خلاص؟ البكتيريا ما هي اللي ايه؟ اداه من التقاطع خليه يطلع بسرعه اجربه على فراخ يعني هو بيوقف او على تيش خشب على خليه او فيروسات مستزرعه في داخل الانابيب وابدا موجود عندنا بعد كده كل الحاجات دي طاقه بتطلب بيها النانو تكنولوجي دلوقتي علشان عارفين ان الفلتر فيهم كمان ليه؟ ساينتفك يعني لو جينا نشوف كده هم الناس لو جبنا الانسان كهو البيئه اللي بيحصل فيها الابلكيشن بتاعته بيحصل فيها عندنا بعض الحاجات او السايد افكت اللي موجوده للانسان ازاي ان انا قللها؟ دخل معايا التكنولوجي دلوقتي ان انا اعمل نانو باركلز من الفريبيليتد انترفيرونز طبعا النانو باركلز يعني حاجات صغيره قوي بحيث ان انا اقدر استهدفها. طيب الفيروس ده موجود في الكاري انا ممكن احافظ على النانو باركلز ازاي؟ بعض المستقبلات المعينه اللي موجوده بس فين؟ في الكبد بحيث ان انا اول ما الانترفيرون اللي جوه تبدا ان انا ممكن استخدم الانترفيرون اللي موجود جوه وتوصله
يقول لي ان كان الابلكيشن بتاعه او حاجه متخصصه بالبيانات ان هي ما يكسبش او ما يوصلوش. الفرونت ديسك كان حاطين ايه؟ الاصابه ويبدا عندنا يحتيل يبقى ده عوامل ايه؟ كل الحاجات دي يعني مع ان التقدير والمعالجات بتحل الان طبعا من ضمن الحاجات الرائده موجوده عندنا في صندوق العلوم والتكنولوجيا في مصر عاطي فند مفتوح حتى 6 مليون جنيه ان انت ممكن تبحث ان احنا نعمل الانترفيرون المصري لان خلاص عدى على اكتشافه 10 سنين فدلوقتي انت ممكن خلاص ممكن تكتبه محليا بس طبعا هو الراجل عنده ايه؟ التكنولوجيا والتكنولوجيا معروف لكن دي مش اول مره بتحصل يعني مش اول مره هتسمع هيبقى موجود عندك ومش لما يطلع هتيجي تطبقه على كمان هيشتغل وترجع تطبقه على بعض الرئيسيات او اللي هي حملات الاعلى اللي بتقول يشتغل ومش بعد كده تضمن ان هو يجيب كفاءه عاليه في الانسان. خلاص؟ ان لما نيجي نطبق على الانسان نشوف الكوست بينفت. يعني انا دلوقتي كتبت الفيروسات ضريبتها بيوصل 50 ايه؟